أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام مع لقاء يتجدد يوميا على مدار الساعة وحلقة جديدة من برنامج همزة وصل. قطع العلاقات مع قطر، 4 دول من بينها مصر توقظ العالم العربي صباح اليوم بقرار حاسم وحازم بقطع العلاقات مع دولة قطر. هذا القرار الذي تصدر هاشتاجه على تويتر أكثر من ملايين المؤيدين والموافقين لهذا القرار، بل وربما إذا صح التعبير المنتظرين لهذا القرار، لدولة دائبت على رعاية الإرهاب وإعلام دعا إلى الفتنة حتى أصبح هو إعلام الفتنة، ودولة أوت الإرهابيين وأوت الجماعات المتطرفة وعاشت تستخدم ما من الله عليها به في الأذى والضرر والتدمير والخراب لأمة الإسلام والمسلمين والدول العربية. ماذا بعد هذا القرار؟ هذا هو الموضوع المهم. تداعيات بكل تأكيد ستكون لها أبعاد سياسية وأبعاد اقتصادية وأيضا أبعاد عسكرية قد لا نستطيع أن نستنتج مع اللحظات الأولى، ونحن لازلنا بيننا ويفصل بيننا أو تفصل بعض بضعة ساعات بيننا وبين هذا القرار، لا نستطيع أن نستنتج كل المتوقع، وستظهر الساعات القليلة القادمة وربما الأيام القادمة الكثير والكثير. لكن دعونا على مدار الساعة من خلال برنامج همزة وصل نتابع ونتعرف على أهم التداعيات على مختلف الأصعدة، كما قلت السياسية العسكرية التحالفات المواقف الرعاية وما إلى ذلك. مشاهدينا الكرام، قبل أن نبدأ موضوع الحلقة أطرح عليكم السؤال، وهو بعد قطع العلاقات مع قطر كيف ترى أهمية الاتحاد من أجل مواجهة الدول الداعمة للإرهاب؟ أعيد على حضرتكم السؤال، بعد قطع العلاقات مع قطر كيف ترى أهمية الاتحاد مع الاتحاد من أجل مواجهة الدول الداعمة للإرهاب؟ هذا هو موضوع الحلقة، ننتظر المشاركات التي تأتينا من حضرتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال برنامجنا همزة وصل عن موقع همزة وصل إي جي، من خلال فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، سكايب، إنستغرام. نستطيع أن نستخدم كل الآراء وكل المشاركات، التعليقات، نعرض التساؤلات على المتخصصين والمسؤولين، نتعرف على المزيد والمزيد. كما قلت ملفات كثيرة، سيناريوهات كثيرة متوقعة ننتظرها في الساعات والأيام القليلة القادمة. قبل أن نبدأ موضوع الحلقة دعونا نتابع التقرير التالي ثم نبدأ، فابقوا معنا. من منطلق الحفاظ على أمنها القومي من مخاطر الإرهاب، قطعت كل من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بالإضافة إلى اليمن علاقتها الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، وأرجعت ذلك إلى دعمها وإيوائها للجماعات الإرهابية. جاء في بيان الخارجية المصرية أن قرار قطع العلاقات يرجع إلى إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي. السعودية قررت إلى جانب قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، مشيرة إلى أن قرار قطع العلاقات جاء انطلاقا من حماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب. أما البحرين فقد أعلنت سحب البعثة الدبلوماسية البحرينية من الدوحة وإمهال جميع أفراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد، مؤكدة أن القرار استند إلى إصرار قطر على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة. وفي الإمارات أعلنت شركة طيران الاتحاد الإماراتية تعليق رحلاتها من وإلى قطر اعتبارا من غد الثلاثاء، وذلك بعد قرار قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة. مشاهدينا تابعنا التقرير الذي عرض الأسباب وعرض المواقف وربما
أوضح وبين بعض المراحل والخطوات التي اتخذت والتي الإشارات والتنبيهات والتحذيرات، كل هذا سبق هذا القرار كما قلت الحاسم والحازم. هذا القرار الذي اتخذته مصر وثلاثة دول من الخليج العربي، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية ومملكة البحرين، وانضمت إليهم كل من ليبيا واليمن وحتى جزر المالديف، هذا القرار لم يكن وليد اللحظة أو الساعة. قبل أن نخوض كما قلت في موضوع حلقة اليوم، دعونا نتعرف على بعض الآراء التي وصلتنا على موقع التواصل الاجتماعي. معنا مشاركة من الأستاذ مصطفى ماهر، يقول حقيقة أن هذه الإجراءات التي أقدمت عليها بعض الدول الخليجية ومصر ضد قطر ما هي إلا فرصة، وزي ما بيقول كده حسب تعبيره، ومن الآخر هي يراها أنها فرصة سانحة، وهي مهمة لإعادة أو اتخاذ مواقف حاسمة وحازمة في الشرق الأوسط. يرى أيضا أنها ستواصل هذه الدول محاصرة قطر سياسيا واقتصاديا، فهو تلخيصا لما قال حتى نستعرض أكبر عدد ممكن من الآراء، يرى أن هذا القرار سيكون له دور حاسم في مسألة مواجهة الإرهاب بقدر المستطاع. نذهب إلى مشاركة أخرى وهي من الأستاذ محمد علاء، فرى أن اتحاد الدول ضد الإرهاب له أهمية كبيرة، وأنه سوف يتم منع تدابير الإرهاب ومكافحة الإرهاب، ولا سيما عن طريق حرمان الإرهابيين من الوصول إلى الوسائل التي تمكنهم من شن اعتداءاتهم على أو بلوغ الأهداف. يجب أيضا على الدول المتحدة ضد الإرهاب بالتنسيق والتعاون في مكافحة الجرائم وقد تكون على صلة بالإرهاب. أيضا هو يرى أنه يجب تكثيف التعاون الإقليمي والتعاون الدولي بهدف تحسين مراقبة الحدود والضوابط الجمركية لمنع تحرك الإرهابيين وكشفهم، ومنع أصلا الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والذخائر والمتفجرات التقليدية والمواد النووية كيماوية إشعاعية إلى آخره. نشكرك أستاذ محمد على هذه المشاركة. معنا مشاركة أخرى من الأستاذ حمادة يوسف، ويقول السلام عليكم. عليكم السلام حمادة أبو عطية من سوهاج. للأسف أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدويلة تأخر كثيرا، ويجب على المجتمع الدولي وليس مصر والسعودية فقط متمثلا في مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات رادعة وحصار اقتصادي ومحاكمة المسؤولين للإرهاب الذي كان سببا رئيسيا في انهيار سوريا واليمن وليبيا ومحاولتهم البائسة في نشر الفوضى في مصر. أستاذ حمادة نشكرك على هذه المشاركة. معنا أيضا مشاركة أخرى من الأستاذ شريف إبراهيم. الأستاذ شريف يقول أن الإرهاب ليس له رأس ولكن له دول ممولة وداعمة، وقد يكون المنفذ غريب المنفذ عفوا غريب أو أجنبي أو من داخل البلاد، والداعم من الخارج تكون قطر، وقطر هي الحقيقة دعمت الكثير من الجماعات الإرهابية العالمية وبالذات داخل الدول العربية، وكان يجب أن توضع لها حلول وحدود وتقف عند هذه الحدود، وإن لم يتم الرد عليها بالمثل وفق فقد صبرت عفوا فقد صبرت الدول العربية عليها كثيرا ولكنها تمادت في إرباك الأمن العربي. يجب الاتحاد من أجل مواجهة الإرهاب الدولي والداعمين له، حفظ الله مصر وبلادنا العربية في كل محفل. مشاهدينا الكرام، كانت هذه بعض المشاركات التي أتت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر المزيد والمزيد من المشاركات لإبداء الآراء في مثل هذا القرار، وأيضا في إظهار التساؤلات التي سنعرضها على المتخصصين والمسؤولين على مدار الحلقة. مشاهدينا، جاء الآن وقت التعرف من خلال الضيوف عبر الهاتف على كثير من التساؤلات التي تطرحها الظروف الحالية والقرار الحاسم الحازم الذي اتخذ بمقاطعة قطر. سيكون معي عبر الهاتف الدكتور أشرف سنجر أستاذ العلوم السياسية والدكتور محمد سيد أحمد أستاذ الاجتماع السياسي. نبدأ مع الدكتور أشرف. يعني دكتور أشرف، بعد التحية، الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر أكثر من مرة أن هناك دول داعمة للإرهاب دعما عينيا على أرض الواقع، وأن هناك
دول بالفعل تقوي الجماعات الإرهابية وهي تعتبر حقل خصب للتخطيط والمؤامرات. هل قرار مقاطعة قطر يعد بمثابة خطوة أولى قد تنفذ مثل هذه الخطوة مع بعض الدول الأخرى الداعمة للإرهاب أم ماذا وكيف ترى القرار؟ هو بالتأكيد ده توقع مظبوط تماما بأن ده سيلحق يعني كل من البحرين والسعودية ومصر والإمارات الدول الكثيرة في المنطقة العربية حول يعني تقييم العلاقات مع قطر وأوقات العلاقات الدبلوماسية. ده طبعا ده من المؤشرات الخطيرة واللي احنا ما كناش نتمنى ان احنا نراها في المحيط العربي، لان يعني برضو ده يعتبر انتقاصا من القوى العربية الشاملة. ولكن للأسف يعني قرار الدوحة كان فيه تنبيه مباشرا من القاهرة على لسان رئيس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يحدد قطر بالاسم، ولكن كانت كل المؤشرات لكل المتابعين بأنه يقصد قطر وتركيا بالتحديد فيما يحدث في سوريا وليبيا واليمن. وكان في حديث يعني أمير قطر الأخير كان في حديث مباشرا على أهمية الدور الإيراني وضرورة التعامل مع إيران، وهنا وتنكرت قطر لهذا الأمر. لا طبعا، ما هو يعني التنصل ده يعني كان غير مدعوما، ولكن هو طبعا سحب بساط مهم، ويعتبر ده نوع من عدم التعقل في الدبلوماسية القطرية بأنها إدارة واشنطن قد تغيرت وأنها لم تستوعب أن أوباما غير ترامب. وبالتالي فدعم إيران أو التشهير بقوة إيران أو دعمها، هذا أمر لن يعطي قبولا وأذانا صاغية في واشنطن. وفي العلاقات الدولية نعلم دائما أن الدول الكبرى لها تأثير كبير على الدول الصغرى، وبالتالي المحيط الإقليمي سيتأثر بالتحديد بما تراه واشنطن أو بكين أو أي دولة كبرى لها دور في النظام الدولي. ولكن القاهرة كانت من الحكمة بأن احنا لم نخصص قطر بالاسم، وبالتالي القرار بدأ خليجيا، وهذا يعني يحمد على أن القاهرة قد تابع يعني أتت بعد البحرين وأتت بعد الرياض وبعد أبو ظبي، لأن البيت الخليجي يجب أن نأخذ الحذر أيضا، لأن الحديث عن تقليل شأن الخليج أو أي دولة في الخليج هو في الأساس تقليل لشأن الدول الأخرى. وبالتالي دع الرياض أن تقود وهي القاهرة تدعم، ولكن القاهرة بقوتها الإقليمية طبعا سيخذ في الاعتبار بين دول عربية أخرى بعيدا عن منطقة الخليج العربي. وهنا الدوحة في خسارة كبيرة، لأن قفل الأجواء أمام الطيران القطري وأمام التحركات القطرية بعقوبات اقتصادية سيؤثر تأثيرا خطيرا على مستقبل هذه الدولة، وبالأساس الدعم الشعبي للحكومة القطرية أو للأسرة الأمريكية. أشرف، سنتعرف على التبعات الاقتصادية، ولكن أرجو أن تبقى معي ونذهب إلى الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ الاجتماع السياسي. يعني دكتور محمد، بعد التحية، زلزال دبلوماسي بالقرار الذي أيقظ المجتمع العربي هذا الصباح، ومع ذلك لم نجد سوى تصريح من الخارجية الأمريكية بمحاولة تسوية الأوضاع واستحياء عالمي وربما دولي من إبداء أي تصريحات حول الأمر. كيف ترى هذا الموقف؟ يعني في البداية لابد من يعني بس توضيح بعض الأمور الخاصة بالقرار، يعني فيما يتعلق بمصر، إنه مصر لم تتخذ قرارا يعني على غرار السعودية والإمارات والبحرين. الدوافع مختلفة، دوافع مصر مختلفة، على الرغم من أن مصر يعني مش من ضمن سياستها قطع العلاقات مع دول عربية شقيقة، لكن يعني ما فعلته يعني قطر عبر السنوات الخمس سنوات الماضية، من وخاصة كمان يعني بعد 25 يناير وبعد 30 يونيو في دعم الجماعات الإرهابية في مصر واحتضان الإرهابيين بعد 30 يونيو، ويعني تمويل الجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة لتفتيت وتقسيم الوطن العربي، وفي القلب منه مصر. مصر هي الجائزة الكبرى في إطار مشروع تقسيم الوطن العربي، أو المشروع المعروف بالشرق الأوسط الكبير. نعم يا فندم. وبالتالي أعتقد أنه قرار مصر يعني بعد أن صبرت كثيرا، الرئيس عبد الفتاح السيسي صبر كثيرا على قطر وحذر في أكثر من يعني حديث وحوار، ولعل
حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الرياض كان محددا، وكانت الرسالة واضحة أن هناك دول تدعم الإرهاب. صحيح يعني دكتور، هو بكل تأكيد دعنا نتفق أن عادة السياسة هي فن الممكن، هناك تختلف الدوافع وهناك بكل تأكيد تختلف المصالح، ونحن أصبحنا في زمن المصالح. مع اختلاف الدوافع والمصالح إلا أنها توافقت بين هذه الدول السبع على اتخاذ مثل هذا القرار، ما تفسيرك لصمت الدولي حول هذا القرار تحديدا؟ الصمت الدولي، خلينا نقول ان قطر يعني احد الكيانات الوظيفية التي تعمل لصالح المشروع الصهيوني الامريكي، وهي احد اهم الحلفاء يعني للولايات المتحدة الامريكية وللكيان الصهيوني، وتعمل في خدمة هؤلاء، وبالتالي يعني الصمت يأتي من هنا. ليس طب الصمت العربي يا فندم والصمت الشرق الاوسطي؟ الصمت العربي للأسف الشديد، نحن نعلم ما تدعمه قطر لبعض الدول العربية سواء من فوق الطاولة أو من تحت الطاولة، هي تدعم كثير من المجتمعات العربية، وبالتالي كثير من الحكام العرب إرادتهم أيضا مسلوبة أمام الأمريكي. يعني اللي خلينا نؤكد حول بداية، أنا عفوا أحتاج إلى وقت كثير وأحتاج إلى تساؤلات كثيرة، فعفوا على المقاطعة أرجو أن تعذرني. طب التصريح الأمريكي، هل تراه أنه الدبلوماسية الناعمة أم ماذا، خاصة وأن المصالح الأمريكية واضحة مع دول الخليج التي قاطعت تحديدا قطر اليوم؟ انا اعتقد انه الولايات المتحدة الامريكية بتصريحها الذي يسعى للم الشمس، هي تريد ان يعني ان تحتضن الجميع، هي لها مصالح استراتيجية مع دول الخليج، ولها مصالح استراتيجية حتى مع مصر، لان مصر دولة محورية ومركزية في المنطقة، وبالتالي هي لا تريد ان تصطدم بقرار مصر وقرار دول الخليج، لكنها في نفس الوقت أن تحتفظ بورثة أنها حليف استراتيجي مع قطر، وأنها هي التي تحل وهي التي تربط وهي التي تستطيع أن تدير المسائل بكاملها، وبالتالي تظهر الولايات المتحدة الأمريكية على أنها قطب وحيد في العالم في وقت تظهر أقطاب أخرى. يعني الروسي ظهر في المنطقة بشكل كبير خاصة في الأزمة السورية، ويلعب دور محوري في المنطقة، وأيضا يعني بالتأكيد، ولكن الصمت الدولي لا يزال قائما، سنرى ونتابع خلال الساعات المتبقية. أرجو أن تبقى معي دكتور محمد. نعود إلى الدكتور أشرف. يعني دكتور أشرف، كانت هناك إشادة من النظام القطري بإيران وأنها دولة لا يستهان بها، ومن ثم كان هذا الأمر سبب أدعى لموقف لدول الخليج مع قطر. هل نتوقع بعد هذه القطيعة أن يكون هناك تحالف بين قطر وإيران أم ماذا؟ خاصة وأنها دولة أوت الشيطان بالفعل، أوت الإرهابيين والجماعات المتطرفة. هو طبعا بالنسبة لدور إيران، احنا بننظر لإيران على أنها دولة طبعا إقليمية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، وطبعا يعني شعب إيران شعب له حضارة لها احترامها، ولكن حينما تأخذ الدولة دورا سياسيا به كثير من القلاقل لدول الجوار، هنا يجب أن نقف أمام هذا الدور الغير مفهوم، يعني بيبقى مغلف بكثير من الدبلوماسية، ولكن بأمور طبعا على الواقع وعلى الأرض في سوريا أو في البحرين أو في السعودية طبعا الأمر بيكون، أو في اليمن الآن الأمر طبعا مختلف. فإذا كان أحد الدول الخليجية كالدوحة أن تفتح ذراعيها وأن تمجد لهذا الدور، فينا هنا الخطورة الكبيرة، لأنه يصبح انطلاق إيران له مشروعية من داخل الجزيرة العربية، وهنا الخطر الكبير اللي أدعى أو اللي استدعى أن تأخذ الدول الثلاث هذا الأمر من مجلس التعاون الخليجي. تمام. طبعا إيران في حالة تعارض كبير مع النظام الدولي وليس مع النظام العربي بشكل أساس، وفي كثير من مشكلاتها، فإحنا يعني نظرتنا إلى إيران بأنها إذا كانت تمد يد السلام والجوار فأهلا وسهلا، ولكن إذا كان الأمر يستدعي بإثارة القلاقل، وللأسف في إطار الفترة يعني في قراءتي للفترة السابقة إيران لم تعطي إلى جوارها مؤشرات بالتأكيد أو دعاء للسلام. بالتأكيد دكتور، هي أوضحت النوايا بالتأثير على الأمن العربي والأمن الإقليمي بشكل عام. دكتور أشرف، عموما طيب، كانت هناك اليوم قطع لعديد من خطوط الطيران من وإلى قطر، كانت هناك تداعيات اقتصادية، كان هناك سقوط حر لمؤشرات البورصة القطرية، كان هناك تحذير من وكالة موديز بانخفاض التصنيف الائتماني للدوحة، هناك أيضا تكلفة عالية في الدين على الدوحة إذا ما استمرت هذه القطيعة. كيف تقيم الوضع الاقتصادي وتبعاته في ظل هذه الظروف؟ طبعا بالنسبة لهذا الأمر هو كارثة بالنسبة للدوحة. الدوحة طبعا دولة صغيرة في عدد سكانها وفي إجمالي الناتج القومي، ولكن طبعا
بصغر عدد سكانها، فاحنا بنحس طبعا بالقياسات الاقتصاديه ان مستوى الفرد من الدخل القومي مرتفع طبعا مقارنه بدول كثيره، ولكن هذا الامر يعتبر حصارا اقتصاديا. يعني انا اتذكر بان رحمه الله عليه الملك عبد الله هدد الدوحه في وقت سابق بانه سيمنع التعامل بالريال القطري، وكان هذا كارثه، وايقاف الرحلات الجويه ومرور قطر عبر الاجواء السعوديه او المصريه او طبعا في البحرين، فهذا حصار كبير على خطوط الطيران وتكلفه اعلى، وبالتالي التكلفه الاقتصاديه للدوحه ستكون مرتفعه في دعمها لقرارات طبعا تاخذها الدوحه بدون عقلانيه، وانا ارى في كثير من القرارات عقلانيه. نعم. هي طبعا لكل دوله مصالحها ان تتوازن مع الولايات المتحده، ولكن امريكا قد تغيرت. امريكا بالتاكيد احنا بنأكد كلام زميلنا في انها لها مصالح في المنطقه العربيه ومنطقه الخليج، ولا تسعى الى اثاره كثير من المشاكل، هذا دقيق، ولكن الدوحه يجب ان تسعى دائما ان تنظر الى الرياض والى القاهره والى ابو ظبي قبل ان تشرد في جناح خارجي بقناة إعلامية كالجزيرة أو بحديث دائما في دبلوماسية. ما زال هناك دعم للإرهابيين في ليبيا وينطلقون إلى الشعب المصري ويقتلون أبنائه، هذا أمر غير مقبول ولن تقبلها، ولن تقبلها دولة، ولكن سنتبع الرياض ونتبع أبو ظبي ونتبع المنامة في اتخاذ قراراتها حول المخرج الشقيق. طب دكتور، إذا ما كان هناك مخرج لحل أزمة، كيف تصور أن يكون هذا المخرج؟ والله الكويت من أكثر الدول يعني على هذا الخط، وطبعا ده كان باين بأنها لم تأخذ قرارا حاسما في قطع العلاقات بشكل مباشر الآن، وبالتالي الكويت دائما بتحافظ على خط معين، وبالتالي احنا ممكن يعني كان في رسائل في الفترة السابقة للم الشمل ما بين الرياض وما بين الدوحة، ولكن سندعم لأن علاقة القاهرة طبعا بولي الديوان الأميري ورئيس أمير دولة الكويت على علاقة كبيرة بين الثقة والمحبة والمودة، وبالتالي الكويت مع الرياض والقاهرة في علاقة محبة وفيها كثير من الثقة، وبالتالي أن الكويت ممكن أن تلعب دورا مهما في نظرة عقلانية للسياسة العربية وللبيت العربي، وهذا لن يتأتى بأن تسمع الدوحة كلام الكبار في المنطقة، وليس هذا تقليلا من قطر بأن نذكر أنها دولة، هي دولة لها احترامها ولها تقديرها، ولكن منطلقات السياسة الخارجية القطرية الآن تعطينا مزيدا من الحزن والألم في كثير من مواقفها الداعمة للإرهابيين وللجماعات الإرهابية. القاهرة تحزن أن تكون الدوحة حزينة وأن تكون وحيدة، ولكن يجب أن نعطيها رسالة واضحة بأن نحن كدولة عربية كبيرة مع الدول الكبرى في المنطقة الخليج العربي لنا رؤية الآن، ويجب على الدوحة أن تسعى وتدعم القاهرة والرياض. أكيد. دكتور أشرف سنجر أستاذ العلوم السياسية، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، كنت معي عبر الهاتف. نعود إلى الدكتور محمد سيد أحمد أستاذ الاجتماع السياسي. يعني الدكتور محمد، هناك مشكلة أن هذا القرار قد يشجع بعض من الدول على اتخاذ مواقف أخرى حاسمة أو مثيلة مع الدول الأخرى أيضا الداعمة للإرهاب، هل ترى هذا ممكنا أو ترى ممكنا أيضا أن تتخذ هذه المجموعة من التي قطعت قطر قرارات أخرى تجاه بعض الدول الأخرى التي تدعم الإرهاب؟ يعني خلينا بس أنا عشان تبقى الأمور واضحة فيما يتعلق بمصر، أنا يهمني مصر، مصر موقفها هو موقف مرتبط بإيقاف قطر والدول المماثلة ومنها المملكة العربية السعودية التي تدعم الإرهاب أيضا وتدعم الجماعات الإرهابية في يا فندم يا دكتور لا يا دكتور لا يا دكتور عفوا 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 يا دكتور عفوا يا دكتور عفوا المملكة العربية السعودية موقفها واضحة، وهذا ليس دفاع أو شهادة من مجرد موقف إعلامي أو لرأي وجهة نظر حضرتك، فهي زي وجهة نظرك وأرجو أن تحتفظ بها، ولكن مواقف المملكة مع مصر واضحة، ومواقف المملكة أيضا تجاه القضية العربية واضحة، ولكن هي بكل تأكيد من حق المملكة العربية السعودية أن تدافع عن مصالحها. إذا ما تحدثنا عن مصر، دكتور أرجوك دكتور محمد، إذا ما تحدثنا عن مصر
إذا ما تحدثنا عن مصر فعلينا أن نرى أن مصر الآن في ظل مجموعة كاملة وهي الخليج، دول المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية. ودكتور محمد السيد أحمد أستاذ الاجتماع السياسي، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. وهذا البرنامج مشاهدينا الكرام ليس لإبداء أي آراء شخصية تتعلق بوجهات نظر، ولكن هي آراء في الصالح العام والصالح القومي في المقام الأول، ونحن لا نعبر عن وجهات نظر فردية كانت ما كانت وأيا كانت، سواء كانت مؤيدة أو معارضة لأي موقف. عموما معي على الهاتف الأستاذ أمير نبيل مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والدكتور محمد سيد أحمد أستاذ الاجتماع السياسي. نبدأ مع الأستاذ نبيل مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ نبيل بعد التحية، هذا القرار ما تأثيره على الجامعات التي كانت تدعمها قطر؟ يعني في تقديري أنه موقف القطري عبر الفترات الماضية كان واضحا من دعمها للجامعات الإرهابية وإيواءها لقياداتهم وزعامتهم. يعني الحقيقة كما في المتابعات منذ الصباح الباكر اليوم، يعني كل القنوات من كافة الدول العربية معنية بهذا التطور الكبير من قطر، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وإلحاق ذلك بأسباب أهمها إيواءها لقيادات الجماعات الإرهابية ودعمها لحالة عدم الاستقرار في الدول الشقيقة والقريبة منها. ومن ثم فهناك تبرير أساسي لقطع هذه العلاقات، وأظن أنها بالتأكيد يعني حالة التأثير الاقتصادي في الأساس من نتائج قطع العلاقات الدبلوماسية والحظر الاقتصادي الجوي والبحري والبري على قطر، سيكون من شأنه التأثير على استمرارها في هذه السياسة. ربما ونأمل يعني الحقيقة أن تراجع نفسها في هذه الاتجاهات من دعم وإيواء القيادات الإرهابية، وإن كنت يعني أظن أن المسألة لن تتم بين يوم وليلة. على قطر أن تفهم جيدا أن المنطقة العربية لها مصالح مشتركة، وأن شق الصف العربي له نتائج وخيمة على الدول التي تقوم بشق الصف العربي قبل باقي الدول. طيب أستاذ أمير، أستاذ أمير، هل عفوا عن المقاطعة، هل من الممكن أن يكون هذا القرار بمثابة إنذار لدول أخرى تقوم بنفس الدور الداعم للإرهاب مثل قطر؟ يعني طبعا أكيد، يعني مثل هذه التطورات لم تحدث منذ سنوات بعيدة. يعني أتذكر أن الكثير من الدول العربية قاطعت مصر بعد معاهدة السلام كامب ديفيد في أواخر السبعينيات، من وجهة نظر أن مصر كانت أبرمت معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل، وأن وجهة النظر آنئذ أنها شقت الصف العربي، إلا أنه تبين بعد ذلك صحة الموقف المصري واهتمامها بالسلام واهتمامها بحالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة قبل مصر أيضا. أظن أنه مثل يعني حالة قطر توجه رسالة، أو الموقف والتطورات التي حدثت توجه رسالة إلى دول أخرى ترعى أيضا الإرهاب وتحاول بث الفرقة في المنطقة. نتحدث أحيانا عن إيران، نتحدث أحيانا عن تركيا، أن التطورات العربية يعني للأسف مثل هذا التطور من شأن التأثير الاقتصادي السلبي. وكنت أتمنى وكثير مثل يعني يتمنون أنه كان من الأفضل تبني موقف من خلال الجامعة العربية ومطالب الجامعة العربية للتأثير الدبلوماسي والتأثير السياسي. والعجيب أن قطر التزمت أو يعني أعلنت التزامها ووقعت على اتفاقيات سابقة بأنها لن ترعى الإرهاب وأنها ستتراجع عن هذا الموقف، ومع ذلك لا زالت في على موقفها. وكان ينبغي أن يصل الغضب إلى منتهاه بالنسبة للدول العربية ويتخذوا مثل هذا الموقف الصارم حيال قطر. تمام. فأظن أن القيادة القطرية، ويعني نحن نتحدث هنا عن القيادة القطرية وليس الشعب القطري، لازلنا نقول أن الشعب القطري هو شعب شقيق للشعب المصري، بالتأكيد. نعم. وأن المشكلة هنا هي تتعلق في تصرفات سياسية
غير مسؤولة تتخذها القيادات القطرية وأنها حساباتها السياسية ليست جيدة ويجب أن تراجع. طيب أستاذ أمير، دعنا ننتقل إلى جانب اجتماعي وهو الرعاية، وبكل تأكيد هذا الموضوع يشغل بال الكثيرين. الرعاية الآن انقطعت الخطوط البرية والانتقالات، انقطعت الآن الكثير من خطوط الطيران بالتواصل مع قطر. كيف ترى موقف الرعاية والبعثات الدبلوماسية والعاملين في مثل هذه الدول، خاصة بعد هذا القرار الذي تبعه قرارات متعددة للفصل بين الحدود؟ يعني طبعا مثل هذه القرارات السياسية والاقتصادية أيضا تؤثر تأثيرا بعيدا على كل العلاقات بين الدول، ولكن الأكثر تأثيرا يكون هو تحرك الأشخاص وتنقلهم. نحن نعلم أن لدى مصر آلاف، مش عايز أقول مئات الآلاف، موجودين في قطر حاليا. يعني مصر على حد علمي حتى الآن لم تصدر قرار لم تتخذ أمرا للمصريين هناك بالعودة، ولكن سيفهم من ذلك أنهم في طريقين للعودة. بعض المصريين سيحاولون المرور عن طريق دول أخرى وليس الطيران المباشر سيقطع، ثم سيلجؤون إلى دولة زي إيران أو تركيا أو أي دولة أخرى لكي يتحركوا. بعضهم سيفضل البقاء لحين تحسن الأوضاع. أظن أن هذا يعني ده طريق الطبيعي، يوم من الأيام تتحسن الأوضاع بين مصر وبين قطر كدول عربية شقيقة وما شابه. لكن في هذه اللحظات أو هذه الأوقات الراهنة والأيام التالية في شهر رمضان، هل ترى أن هناك أي تأثير على الرعاية لطمأنة السادة المشاهدين؟ أي قد يكون أي تأثيرات أو انعكاسات على الرعاية المصريين في قطر؟ يعني نحاول إن شاء الله نكون متفائلين أنه لن يؤثر تأثير أو ضرر كبير على المصريين هناك، من حيث الراغبين في العودة سيحاولون اللجوء إلى طرق بديلة. أما مسألة ترحيلهم من قطر فيعني نتمنى ألا يحدث ذلك قسرا أو ترك أكل عشهم ورزقهم وما شابه يعني. ونؤكد طبعا أنهم يساهمون في الاقتصاد القطري، يعني إذا افترضنا أنه أكثر من 100,000 أو 200,000 مصري موجودين في قطر، نتحدث عن يعني اقتصاد متكامل يعني في كافة مجالات الحياة الاقتصادية، يؤثرون بالتأكيد. فليس من مصلحة قطر القيام بمثل هذه الخطوة، وليس من مصلحة المصريين ترك أكل عيشهم بشكل مباشر وفوري. ولكن المسألة تتعلق هنا بالتحركات، ستكون صعبة يعني لن تكون هناك طيران مباشر وهكذا، فده هو الضرر الوحيد أظن. لكن بشكل عام هو ضرر اقتصادي، ضرر قطر وضرر دول عربية أخرى، يعني ضرر ليس من طرف واحد. صحيح أستاذ فقط. صحيح يعني وصلت الرسالة، ونتمنى أن تحل هذه المشكلة قريبا بإذن الله. أستاذ أمير نبيل، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، نشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف، نشكرك على هذه المداخلة وهذا التوضيح. انضم إلينا دكتور جمال أبو شنب، أستاذ الاجتماع السياسي. يعني دكتور جمال، بعد التحية، منذ عدة أيام أنهت المملكة العربية السعودية الدور القطري في التحالف العربي، كيف ترى مصير هذا التحالف بعد هذا القرار والمتغيرات السياسية المتلاحقة على المنطقة؟ شوف، أنا عايز أقول لحضرتك أن المملكة العربية تمر حاليا بعد هذا القرار مرحلة تحول خطيرة للمستقبل، لأن الدول العربية فشلت في إقامة المشروع القومي منذ فترة طويلة من بداية القرن العشرين، وفشلت الجامعة العربية على المستوى الاقتصادي من خلال عدم وجود تكامل اقتصادي مفعم من خلال ميثاق الجامعة، وفشلت أيضا في إقامة الهيئة العربية للتصنيع التي كان يجب أن تقود المنطقة لتصبح المنطقة العربية والدول العربية فاعلة على المستوى العالمي. نعم. فأصبحنا أمام مشكلة على المستوى السياسي، زرع الغرب بقيادة الإنجلترا إسرائيل في المنطقة لإجهاد المنطقة، وتظل لها السيطرة الأولى في السيطرة على مقدرات المنطقة وتبقى القوة الأولى. وكانوا يعوا تماما أن مصر إذا استطاعت أن تقوم فيها الدولة القومية سوف تكون للمنطقة شأن كبير. ولذلك أدخلنا الغرب بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية في 67 بعد أن ظهرت الولايات المتحدة تأثيرها العالمي وقادة العالم في مرحلة لاحقة، أدخلونا في 67. وبعد 67 استطاعت مصر أن تعود مرة أخرى بالفعالية وجمعت الدول العربية وأفريقيا وخاضت حرب ضد إسرائيل، وأصبح دور إسرائيل مقزم في المنطقة، ومصر مؤهلة إلى أن تعود كقوة عظمى بقيادة الدولة القومية في المنطقة. أصبحنا أمام إشكالية حاولت الولايات المتحدة بعد 79 بعد أن قادت العالم في عصر جديد
أن تأتي للمنطقة وتشكلها بشكل جديد في المنطقة، وهو عملية تفتيت المنطقة إلى دويلات صغيرة، وأن إسرائيل هي القادرة على أن تحافظ على هذا الدور في المنطقة. نعم. ثبت الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك صعوبة، ولذلك عندما جاءت الولايات المتحدة في حرب العراق بعد انتهت تحرير الكويت، كل الأسلحة تم وضعها لدى قطر وتجهيز دويلة قطر لكي تصبح الدولة المستقبل التي تلعب النسخة الثانية من إسرائيل العربية التي تقود المنطقة، وسياسة تفتيت المنطقة عن طريق آلية خبيثة جدا، وهذه الآلية هو إحلال ما دكتور. نعم. الجميع، بس هو لقطة لازم دائما الجميع يعرف التسلسل التاريخي للأحداث التي أتت بالمنطقة أو انتهت بالمنطقة إلى ما نحن أصبحنا فيه. يعني هل تشير سيادتكم إلى أننا بحاجة فعلية إلى جيش عربي موحد أو قوة عربية موحدة، ومصير التحالف أيضا كيف سيكون؟ دكتور يبدو أن الاتصال انقطع مع الدكتور أشرف، ربما على الاتصال به. نذهب إلى الأستاذ باسل يسري الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، وفي انتظار العودة إلى الدكتور جمال انضم لنا الأستاذ باسل. الأستاذ باسل، بعد التحية، المرحلة القادمة مرحلة حاسمة، ومرحلة بكل تأكيد هي تعتبر مرحلة قرارات وتبعات. كيف تتوقع السيناريوهات المقبلة على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد السياسي لكافة الدول المشتركة في القرار؟ يعني في البداية علشان خاطر نقدر ان احنا نتوقع المستقبل، يجب ان يكون هناك شواهد. يمكن منذ 3 أيام تنبأت او توقعت بفكرة قطع العلاقات مع دولة قطر، وان دول الخليج تقطع علاقاتها بقطر وسحب السفراء. يمكن ده حصل النهاردة. تبعات اقتصادية، هي تبعات اقتصادية على قطر بشكل كبير جدا. يمكن الأخبار السريعة جدا على قطر عن البورصة، عن حركة الطيران، متلاحقة سريعة. نعم نعم مظبوط. حتى صورة دلوقتي منشورة عن المجال الجوي الإيراني، إن كل الطيارات القطرية موجودة دلوقتي جوه المجال الجوي الإيراني، ده هينعكس بالإجابة على إيران. لا شك إنه طبعا العلاقات القضية هي التي تحكم وتربط الشعوب فيما بعضها البعض، وهناك جالية كبيرة جدا من المصريين نعم تعمل في قطر، هناك بنك لقطر هنا موجود في مصر، كثير كثير من الروابط. نعم صحيح. نعم، ولكن العلاقات السياسية أو مع الأسف المهاترات السياسية التي انتهجتها الإدارة القطرية والأمير تميم عكست فعلا تأثير للجماعات الإرهابية ودعمه، سواء كانت في سوريا أو في ليبيا. وأنا كنت أكدت أكثر من مرة أن أكثر المقاتلات، أول طائرات عربية قصفت ليبيا هي كانت طائرات قطرية عليها ضباط. نعم نعم، عفوا ضيق الوقت يداهمني الأستاذ باسل يسري. فالتوقعات بكل تأكيد المصالح الاقتصادية هي التي تحكم ما سيحدث في المرحلة المقبلة، والتوقعات السياسية قد تكون مفاجأة للجميع. عموما أشكرك أستاذ باسل يسري على هذه المداخلة، وأعتذر عن ضيق الوقت، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، وأشكر الدكتور جمال أبو شنب أستاذ الاجتماع السياسي. مشاهدينا الكرام، تعرفنا على بعض التبعات والسيناريوهات التي ربما أن تكون في المرحلة القادمة، وتفسير بعض المواقف أيضا. دعونا نتعرف على رأي الشارع المصري في قرار قطع العلاقات مع قطر. لما تبقى قطر النهاردة بفلوسها بتمول الإرهاب وبتدرب الإرهاب وبتعالج الإرهاب وبتمده بالذخيرة وبتبيع بترول البلاد وبتدمر مؤسسات الدول، يبقى لابد لها من قاطع العلاقات وتعيش في القوقعة اللي هي تستحقها. والله احنا قابلنا الخبر بارتياح ان مصر والبحرين والسعودية والامارات، والصبح كمان كانت اليمن كانت انضمت ليهم، قطع العلاقات الدبلوماسية واي تعاملات معاهم، فده خبر حلو. وبعدين ده جاي من نبع
جه من نبع القومية العربية من دول عربية. والله العظيم هو قرار بصراحة ربنا أنا انبسطت منه جدا، لأن قرار جريء جدا. المفروض القرار ده كان اتخذ من كذا سنة من قدام، لأن قطر دي هي اللي صنعت داعش، وهي اللي بتدي داعش الأسلحة، وهي بتعمل كل حاجة، ما خد بالك. لأن قطر هم كلهم 2 مليون بتاع، ما خد بالك، الفلوس عندها مش لاقي توديها فين، فعشان كده هم اللي بيصنعوا الإرهاب. الدولة دي المفروض احنا كنا قطعنا العلاقات معها من زمان قوي، مش من دلوقتي قوي. المفروض البلد دي كنا خدنا معها موقف من زمان قوي، والقرارات دي طلع متأخرة جدا، لأن المفروض دي دولة بتشجع الإرهاب وليها بصمات ودم في كل حتة، فالمفروض الناس كانوا قطعوها من زمان. يعني أنا شايف أن قرار الدول اللي قطعت دولة قطر وعلى رأسهم السعودية ومصر والبحرين وليبيا الدول دي، أنا شايف القرار صائب، لأن دولة قطر بتطرع الإرهاب وبتموله وبتدعمه بالمال وبتدعمه بالسلاح. وطبعا موضوع الإرهاب موضوع كبير وبيضر العالم كله، مش مصر بس ولا المنطقة بتاعتنا. طبعا الدول لما تتحد مع بعض في مواجهة الإرهاب ده حاجة، ده مطلب أساسي للعالم كله. الإرهاب بتأذينا يعني بتعمل حاجات مش كويسة لمصر، طبعا لا يعني مؤيدين العلاقات طبعا ان هي تتقطع معاهم بتاتا. يعني فقط العلاقات دي واجب، لانها مواله للارهاب، هي وتركيا وايران ودول والارهاب اللي احنا عايشين فيه ده. لا هي كان لازم تبقى من بدري كمان يعني، بس كفايه قوي عليها كده، وكفايه ان هي يعني واخده الناس عندها اللي هي ازيانه وقرفانه. مشاهدينا، كما تابعنا تأييد مصر وعربي كامل لقطع العلاقات مع قطر وإنذار لباقي الدول التي تتعاون مع الإرهاب. تداعيات اقتصادية بكل تأكيد سنتعرف على الكثير منها خلال الأيام المقبلة، تداعيات أيضا سياسية، صمت عالمي غير مبرر إلى الآن، ولكن ننتظر الساعات القليلة القادمة حتى تجبنا. لا للإرهاب وتحيا مصر. نلقاكم غدا في حلقة جديدة برنامج همزة الوصل. شكرا على حسن المتابعة، وننتظر مشاركتكم.